اللي هو في خدك احمر ده. ايوه انت قصدك بقى ايه لما نجيب كده هو تجلب الطوب الاحمر ونروح دجينه وبعدين نطحنه كده هو يبقى ناعم، نروح معبيينه في حج علبه الكريه والواحده تقوم واخده بالصبع كده هو وداعك هيني وداعك هيني. يا لهوي دي بتبقى مورده وجماله. ايه ده، هو انت بتحطي طوب على وشك؟ امال ايه يا حبيبتي، ده كله حديد وفوسفات من الارض جامد، ده بيخلي الواحده وشها متاسس كده هو وبيبق الدم منه. يا نهار اسود، وامتك كانت بتسيبك كده عادي تحطي الطوب؟ امي هو انا وعلى امي الله يرحمك يا امي كان نفسي اشوفها كده والمح دل جلبتها، هعمل ايه؟ والنبي يا اختي ما حسيت بقيمتها الا لما ابوي الله يسامحه راح اتجوز وليا طلعت عيني، طلعت عليا البلا الازرق، لولا الله يكرمه سعارة بجوزي جه كده هو ونتشني من وسطيهم. سوري يا هنا معلش. ولا يهمك، انا كمان مامي وحشتني قوي. معلش يا اختي، انا عارفه ان هي خايفه عليا وقلقانه. تعرفي كانت بتغني لي قبل ما نت؟ ايه عارفه الاغنيه بتاعت نانسي عجرم؟ ايوه شخبط شخبط. لا اللي هي يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات مش باش من الحنيه ولا دقش الحلويه. يا بنت ده انت صوتك حلوه قوي. انت عارفه انا كمان ست امي كانت بتغني لي قبل ما انام، عارفه كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي جدك عبده وعنده جاموسه هي هي وانت يعني ما عندها بوسه هي هي يا جاموس ابيض يا جاموس ابيض وجدي زرايبي منك لها. انتوا ايه اللي ممكن يهدكوا اكتر من ان انتوا واقعين من طياره ارتفاعها 368 الف قدم؟ اتخمدوا بقى، اتخمدوا وتهمدوا. بقالي ساعه عمال انحر في نفسي واقول لهم حرام عليكم الست تعبانه وشايله وعايزه تنام، يقولوا لا احنا عايزين نغني. معلش يا دكتوره سامحيني، نامي ريحي عشان اللي في بطني. تقولي لمين ده، انت كنت بترقصي معانا يا حجني؟ لازم بس حد يبقى بيشد وحد يرخي كده، حرام عليكي. ماشي. طب وانتي عتيب انتي قولي لي مامتك بتعملك ايه؟ ام انا؟ انتوا اغبياء. جدعي يا ست في ايه؟ انت كل شويه تفزعينا وتهزجينا، حرام عليكي يا اختي. وبعدين يا اختي ما دام انت راميه ودني كده اهوت والقعده عجباكي، ما تيجي يا اختي كده اهوت وتخلي البوسات احمد وتقعدي معانا. مش انا اللي راميه ودني عندكم، انتوا اللي راكبين على ودني هنا ومش مخليني اعرف انام. وبعدين انتي اللي قاعده انتي، مش احنا كلنا واعيين في الطياره وعارفين ان الست دي عندها فقدان في الذاكره، مش فاكره حاجه. انا افتكرت. ايه على ما اتذكر يعني كده هون اللي انا برضك كان ليا مرات اب بس كانت مطلعه عيني. مرايتي يا مرايتي قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ يا لهوي يا لهوي على ذنك يا وليه، هيكون ايه اللي اتغير من بالليل للصبحيه؟ وانت عشان استحميتي تبقي اكيد حلويتي؟ لا الحلو حلو حتى لو صاحي من النوم، والوحش وحش لو استحمى كل يوم. اخلص بقى، بطل الردح بتاعك ده ورد عليا، قولي مين احلى واحده في العمرانيه؟ بياضه بياضه بنت جوزك هي احلى واحده في العمرانيه. ارتحت يا عينيا؟ بياضة؟ لسه بياضة؟ هعمل ايه تاني بس؟ عملت كل حاجة، عايزة ارجع احلى واحدة في العمرانية. مسكات وحطيت، شد وشديت، نفخ ونفخت، كرياتين، بوتوكس، فيلر، اعمل ايه تاني بس؟ اعمل ايه تاني؟ لا هتعملي كاني ولا ماني، ولا هتروحي دكان الزلباني. مفيش غير التجميل اللبناني. لبناني؟ آه ياني. انت كنت فين يا بنت كل الوقت ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
خدتني يا مرات ابويا خلعت قلبي. سلامه قلبك يا حنينه، ايه اللي اخرك كل الوقت ده؟ ده انا ما بقلاش نص ساعه، رحت جبت الفراخ من عند عم رزق الفرارج. وايه اللي وداكي عند عم رزق؟ انت مش عارفه ان انا عارفه؟ عارفه، ما انا رحت بس جبت الفراخ من عند عم رزق، وبعدين رحت عند عم ابراهيم دبحتها عشان بتستامنيه، وبعدين رحت عند عم علي نظفتها عشان بتستنضفيه، وبعدين رحت جبت الخضار من عند عم محمد عشان بتستعبطيه. طب بطلي لك بقى، اسمعي اللي هقولك عليه. عايزاكي تسيقي السلم من تحت لفوق وتخشي اوضه الكراكيب تنظفيها وتفضيها خالص وتطلعي الكراكيب في الاوضه اللي فوق السطوح. جاي لي ناس قرايبي هيباتوا هنا، بقيتهم فين يعني؟ تحت السلم؟ الله، ما انت قلت لي اول امبارح وعملت كده هو. طب عايزاكي بقى تطلعي في الاوضه اللي فوق السطوح تنظفيها كويس وتشيلي منها الكراكيب، اصلها تراوه هبيتهم فيها. ما انا استنصحت وقلت ان الاوضه اللي فوق السطح دي تراو، فما رضيتش احط فيها الكراكيب، نظفتها وخليت الكراكيب تحت بير السلم. طب انزلي بقى تحت السلم نظفيه كويس عشان انا هبيتهم في بير السلم. مش انت لسه قايله ما صحش اللي هم يباتوا تحت بير السلم؟ وانت مالك انت؟ هم قرايبك ولا قرايبي؟ يلا امشي غور اعمل اللي بقولك عليه. تعالي يا بنت هن. انت ايه اللي انت حاطاه في وشك ده؟ انت رايحه تجيبي فراخ ولا رايحه فرح؟ انا حاطه حاجه في وشي؟ طب ان شاء الله تصحي من النوم في يوم تلاقيني استخدت فرخه وتوديني كمان عند عم رزق هو اللي يذبحني. دي حلاوه رباني والنعم. نعمه لما ترفصك. امشي يا بنت غوري ما تفرسنيش. يلا مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين احلى واحده في العمرانيه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بطل اللماضه بتاعتك دي ورد عليا، مين احلى واحده في العمرانيه؟ يا وليه، ما انت سالتيني السؤال ده بدل المره 100، هيكون ايه اللي اتغير الليله دي؟ برضو لازم ترد عليا. بياضه بياضة بنت جوزك هي أحلى واحدة في العمرانية والسبتية وليالي الحلمية. طب وأنا هعمل إيه في النصيبة دي؟ وأنا إيش ضراني يا ولية؟ أنا حيالله مراية سحرية. ليه يا ربي ما خلقتنيش مراية عادية ولا مراية كوافير ولا حتى مراية عربية؟ رد عليا بدل ما ارميك من الشباك واكسرك بدل الحته 100. لا لا، حلمك عليا عشان تحلوي عنها لازم تخلصي منها. ايه؟ اموتها؟ انا ما قلتش كده. امال اخلص منها ازاي؟ تشوفي حد يموتها. الو، الأمانة معايا. إيه؟ مش مصدقاني؟ طب خدي كلميها بنفسك. أمك دي أنا ولا إيه يا حاج؟ آه إدعي لنا يا حاج، ربنا يخليها لك. معلش، أصل أمي ما بتطمنش عليا غير وأنا معايا الركاب. طمنت يا ماما حاجة؟ طيب أوصلها وأجي أكمل معاكي باقي الحساب. سلام. جيزة جيزة استنى. هو انت ليه يا حاج ما بتقفش الناس اللي بتنده لك دي؟ عشان دي ناس مش بتنده، دي ناس بتشتم، بيقول لك يا ابو سنه. هو انت ليه ما ركبتش حد من الموقف غيري؟ قلت يعني بدل ما شباب يركبوا ويضايقوكي، وانت عارفه شباب اليومين دول بيشموا كل حاجه، ده انا اسمع ان هم بيشموا رجول بعض. ربنا يكرمك يا حاج. هو احنا رايحين فين؟ دول مش طريق الجيزه. لا، ما تيجي بقى تمسكي الطارة وتسوق انت. هو بصراحة مش طريق الجيزة، عجبتيني. أنا هوصل أصل المنيب، هقضي حاجة، بعد كده هرجع صفة اللبن، أودي الحاجة اللي قضيتها، بعد كده نروح الجيزة لو ربنا كتب لنا عمر. ماشي حاج براحتك، بس بسرعة والنبي. لا بسرعة إيه يا بنتي؟ كل واحد هيوصل في ميعاده. ربنا يستر طريقك. جيزة استسنى؟ ما خلاص يلا، مفيش غيرك في الشارع ولا إيه؟
من له حق. لا ما فيش يا بنتي، اصلي تعبان فقلت انزل اريح حبتين. بس انا كده هو تتاخر. يعني تتاخري ولا سوى؟ انا تعبان وعنام زغلله، يعدي موتوسيكل افتكره غزاله اخبطه، اشيل ذنب الراجل اللي على الموتوسيكل والغزاله. يا ساتر يا رب. لا خلصتي حق، ريح لك ساعتين كده هو وانا هبصحيك. ساعتين كويس ولا تحب اكتر؟ دي عبيطه دي ولا بتستعبط؟ لا حلوه قوي ساعتين. هي العمليه مش قصدي النومه مش هتاخد اكتر من ساعتين. ماشي، انت هتعمل ايه يا حاج؟ هجيب حاجه اريح عليها بس. هتعمل بيه ايه دول؟ انت اسئلتك كتيره. هحفر بيه حفره في الارض عشان اريح فيها. زي السرير يعني؟ ايوه. طب عندك انت بقى، انا هفحرها لك، ما تتكسفش مني انا زي بنتك، ربنا يديك الصحه. استعجله على قضاها دي. يا بنتي. حلوه كده هون الفحره يا حاج؟ الا حلوه، ده انت عاملاها مقاسك بالظبط. مقاسي ليه؟ لا هو انت من طبتك هتخليني انا اللي اريح وانت هتقف تعبان؟ ايوه اصل انا طيب قوي، ما يصحش يعني ابقى راجل في السن ده واسيب بنوته تعبانه واريح انا. لا والله ابدا انا ما يرضنيش. خلاص طالما حلفتي يبقى هريح انا. بس معلش يا بنتي، ليا طلب عندك. يعني انا راجل كبير والعتب على النظر، لو تبصي لي بس في الفحره كويس تشوفي لا يكون في حشرات ولا حاجه، اصل انا عندي كلستروفوبيا من النمل. بعد الشر عليك، ده انت على كده هون بقى ما تاكلش حاجات مقليه خالص، الاحسن يعلي عليك الكلسترولوبيا. طيبه ودمها خفيف، والله خساره فيها الموت. معلش يا بنتي شهلي كده وبصي بس في حشرات ولا لا. من عيني. ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يديك طول العمر، ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك وتفرح بيهم، ربنا يشفيك من الكوليسترولوبيا. ايه دوا؟ مش تاخد بالك يا حاج من الحاجات اللي بتقع منك دي؟ اتفضل. وكمان بتديهولي بايدك؟ انا مستني علامات ايه تاني يا رب عشان ضميري يصحى. اسمعيني يا بنتي، انا مش سواق ميكروباص ومش رايح الجيزه، واقول لك على الكبيره ما عنديش كوليستروفوبيا. امال انت مين؟ انا مندور قاتل مأجور. ايوه مرات ابوكي جابتني وادتني فلوس كتير عشان اقتلك واخلص منك. مرات ابويا انا عايزه تقتلني؟ وانت ما طلحت السواق ميكروباص وطلحت قاتل مأجور وكمان مش رايح الجيزه؟ امال مين اللي هيوديني الجيزه؟ ايه اللي مين؟ بقول لك يا بنتي كنت هتروحي الاخره، زعلانه انك مش هتروحي الجيزه؟ افهمي يا غبيه، اهربي يلا دلوقتي، اهربي يا بنتي، مرات ابوكي هتبعت حد غيري يقتلك، ده هي كانت عايزه اماره كمان حته من بيت الكلاوي. يا لهوي. ايه اتخضيتي ليه؟ تعرفي حد ببيت الكلاوي؟ لا. خلاص ما تقلقيش، اهربي انت وانا هعدي على المنوفي اجيب لمرات ابوكي ربع بيت كلاوي. انا متشكره قوي يا حاج، متشكره قوي اللي انت انقذت حياتي. ربنا ما يرميك في ضيقه، ربنا يخلي لك عيالك وعيال عيالك. طب انا هقول لك على نصيحه. ايه؟ وبخلي بالك وانت بتجيب الكلاوي لحسن يضحكوا عليك وتلقى فيها حته بيضة. بقول لك اهربي تقولي لي حته بيضة؟ شكلك مش عايزه تهربي وعايزه تموتي. ههرب انا. سلام يا بياضه. استنى يا غندور، مع السلامه يا راجل يا مسحور يلي حياتك كلها هنا وسرور. وفضلت اجري واجري واجري لحد ما الليل نزل عليا، وفجأة لقيتني قدام بيت شكله غريب، فتحت ودخلت لقيت قدامي ايه؟ سبع أقزام. ايه يا حبيبتي اللي انتي بتحكيه ده؟ انتي بتحكي قصة سنو وايت؟ ايه سنو دايت دي؟ حبيبتي ده فيلم كرتون. كرتون تاني؟ يعني دي مش حكايتي؟ مش مهم مش مهم، بقول لك ايه، والنبي تحكي لنا حدوته تاني، ده انت يا بنت طلعت مسليه قوي ولا قناه كوكي؟ قناه كوكي ايه؟ بكره انت نامي دلوقتي يا حلوه وبكره نوديكي زازو. بجد؟ اتخبدوا.